لو دخلنا في الكورة على طول طبعا في عز الأحداث دي يا أحمد، ماتش سموحة بكرة، اكيد طبعا. هاخد رأي كل واحد فيكم في رؤيته للمباراة. أبدأ بيك الأول، قول لي شايف الماتش الأول إزاي كجولة الرابعة في تمام. الدوري بعد ماتشين كويسين وبعد حالة مع الجماهير واللعيبة ابتدت تفوق بشكل أو بآخر. طبعا عارفين فريق سموحة دايما بيبقى ماتشات قوية ما بين الزمالك وسموحة، قول لي طيب شايف الماتش مبدئيا كده معايا احصائيه سريعه لجمهور نادي الزمالك. احنا يمكن منذ صعود نادي سموحه للدوري الممتاز، الاهلي الزمالك وسموحه تلاقوا مع بعض 23 مره، قدر نادي الزمالك ان هو حقق الفوز لمده 13 مره، ونادي سموحه 4 مرات والتعادل 6 مرات. يمكن نتائج سموحه من بدايه الدوري قدر ان هو يتعادل مع الجونه في اول مباراه، وقدر ان هو يكسب البلديه 2-0، ومؤخرا اخر ماتش كسب المولين 2-1، عكس نتائج نادي الزمالك يمكن بدا الاول بالتعادل مع بيراميدز 2-2 والتعادل مع المقاولين، ويمكن اخر مباراه كانت امام البنك الاهلي فاز نادي الزمالك 2-1. يمكن الكيرف في نادي الزمالك بيعلى زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ان هو كان بيبتدى بالتعادل وبعد كده مباراه تعادل وبعد كده مباراه بالفوز. يمكن نادي سموحه بيتميز بحاجه مهمه جدا، لو جينا بنظره سريعه كده واحصائيه سريعه انا جايبها لحضراتكم، نادي سموحه احرز 5 اهداف منذ بدايه الدوري في كل المباريات اللي لعبها، منهم هدف واحد بس من لعب مفتوح، بمعنى ان هي كوره مفتوحه وجمله بيشتغلوا عليها مثلا، وباقي الاهداف اللي جابها نادي سموحه كورتين من ضربات ركنيه وكورتين من ركله جزاء. ده يدل ان هم بيلعبوا ركلات ركنيه بشكل كويس قوي قوي، نقطه مهمه، وعندهم مهاره بشكل كبير قوي جوه ال 18، بيقدروا ان هم من خلالها ياخدوا ركلات جزاء عكس نادي الزمالك. وانا كمان في حاجه لفتت النظر ليها بقى لنا فتره، ان نادي الزمالك كل الماتشات اللي فاتت دخل فيها اهداف. ايوه، فده يخلينا محتاجين ان احنا يعني ايه نشتغل على النقطه تحديدا، خاصه مع فريق ممكن يكون بيجيد الضربات الثابته. وعنده مجموعه من العناصر كمان، لما نيجي نبص على القائمه بتاعت سموحه هنلاقي ان عنده فراوده مهمين جدا وجيدين جدا جدا، منهم حسام حسن واحد من الفراوده اللي كانوا احرزوا هداف الدوري قبل كده. سريعا بقى، نادي الزمالك احرز 5 اهداف منهم هدفين بس من لعب مفتوح و3 اهداف من ركلات ركنيه، بمعنى كده ان نادي الزمالك بيتميز في العاب الهواء، بيتميز في الكرات الكروس سواء بقى ايا كان ركنيه او كرات مفتوحه، لكن هو بيتميز بانهاء الهجمات المرتده، الهجمات الكروسات العاديه بشكل كويس جدا جدا.